لو الحكاية فيها إن فيتو هذه الأرض الطيبة من أرض الكنانة وفي إحدى محافظتها أسيوط ومن قلعة الأزهر في فرع من فروعه المعهد الديني هنا في بيت الله تنطلق هذه مصر لتلك الحملة رافضاً الاستعباد رافضاً الاستبداد مؤكداً على حقيقة لا مرية فيها وهي أن حب الوطن من الإيمان فيحتشد أبناء هذه المحافظة بمحافظهم وقياداتهم وشعبهم معربين عن حمدهم وشكرهم لله سبحانه وتعالى الذي من عليهم بهذه النعمة ومن على معلنا أن حب الوطن من الإيمان ومعلنا أن الصادقين في إيمانهم لا يرضون المهانة ولا يقبلون الاستعباد بل يجاهدون في الله حق جهاده وهم على يقين بما قاله رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.